السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معاكم النهاردة عن الرينهارد كولر ترانسفير، وده ألجوريزم بنستخدمه عشان ناخد مواصفات صورة وننقلها لصورة تانية. يعني عشان تفهم الفكرة، احنا عندنا هنا صورتين، الصورة اللي على الشمال دي بنقول عليها التارجت ايمج، والصورة اللي على اليمين دي بنقول عليها السورس ايمج. فالرينهارد كولر ترانسفير بيعمل ايه؟ بياخد الكولرز اللي موجودة هنا في الصورة دي والاضاءة كمان اللي موجودة هنا في الصورة دي، وبيعكسها هنا على الصورة دي، طبعا من غير ما ياخد الشيبس اللي موجودة هنا. يعني مثلا مش هيجي ياخد شكل الشمس هنا وهي بتغرب والسماء والبحر والاشجار وهنا كل ده هنا، لا، انت بتاخد الكولرز فقط والاضاءة بتاعت الصورة وبتعكسها هنا على التارجت ايمج. طيب تعالى نتكلم في الستبس بتاعت الالجوريزم قبل ما ندخل على الكود. انت لما بتيجي تقرا الصورة بتاعتك من خلال الاوبن سي في بتقراها بي جي ار، ده السبيس بتاع الصوره. فالفكره هنا بقى ان احنا عشان ننفذ الستبس بتاعت الالجوريزم لازم تكون موجوده في سبيس تاني اسمه لاب سبيس. فاول حاجه هتاخد الثري شانلز اللي موجودين عندك اللي هو الريد والجرين والبلو وتضربهم في الماتريكس اللي قدامك دي، يبقى انت كده جبت ال ام اس سبيس. تمام، في الخطوه رقم 2 بتاخد ال ام اس شانلز وبتبدا تطبق اللوج على كل بكسل موجوده في كل شانل. ليه بنطبق اللوج؟ عشان نقلل السكوي او نقلل الانحراف بتاع البكسلز اللي موجوده هنا في الثري شانل. يبقى احنا كده دلوقتي موجودين في اللوج سبيس. هناخد بقى اللوج سبيس دوت ونحوله لللاب سبيس. ازاي هنعمل كده؟ هناخد الثري شانلز وتضربهم في التو ماتريسز اللي قدامك دول، هيبقى انت كده جبت اللاب سبيس. هو هنا النوتيشن دي اكوردنج للبيبر نفسها اللي هي ال والالفا والبيتا، ولكن احنا بنقول عليها لاب سبيس عشان لما نيجي نعمل كونفرت للسبيس بتاعنا دلوقتي في الكود هتلاقينا ان احنا بنستخدم سبيس اسمه اللاب سبيس. طيب احنا كده حولنا الصوره بتاعتنا للاب سبيس. بعد كده هنعمل ايه؟ هتيجي تاخد كل تشانل موجوده عندك في اللاب سبيس وتطرحها من الافريج بتاعها. يعني انت دلوقتي عندك ال ال والالفا والبيتا، تمسك مثلا التشانل اللي هي ال ال، ده بالنسبه للتارجت ايمج الصوره اللي احنا عايزين نعكس المواصفات بتاعتنا عليها. هناخد التشانل اللي هي اللي اسمها ال ونبدا ان احنا نطرحها من الافريج بتاع التشانل دي. بتاخد كل بيكسل موجوده في التشانل وتطرحها من الافريج بتاع التشانل كلها. نفس الكلام بالنسبه للالفا، نفس الكلام بالنسبه للبيتا. يبقى دي كده الستيب رقم 4. خد بالك عشان نفس الستيبس دي هنعملها دلوقتي في الكود. اخر ستيب بقى اللي هي الستيب رقم 5، تاخد الستاندرد ديفيجن بتاع السورس ايمج اللي هي الصوره اللي احنا هناخد منها المواصفات بتاعتها وبتقسمها على الستاندرد ديفيجن بتاع التارجت ايمج. بعد كده تضربها في ال ستار اللي احنا حسبناه هنا. بعد كده بتجمع عليها المين بتاع السورس ايمج، ده طبعا بالنسبه للفيرست شانل اللي هي ال ال شانل. نفس الكلام بالنسبه للالفا شانل والبيتا شانل. خليني بقى اوريك الاستراكشر بتاع الدايركتوري بتاعها عامل ازاي. هنا عندنا 3 فولدرز، الانبوت ايمجز لو انت دخلت عليه هتلاقي هنا التارجت ايمج اللي احنا لسه شايفينها من شويه بتاعه قضبان دي. وبعد كده لو انت دخلت على التمبلت ايمجز انت هنا بقى بتحط الصور اللي انت عايز تاخد المواصفات بتاعتها. احنا هنا حاطين صورتين هنتست عليهم دلوقتي، وطبعا الفولدر ده فاضي ما فيهوش حاجه اللي هو الاوتبوت ايمجز، ده اللي احنا هنحتفظ فيه بالنتيجه بتاعتها. فتعالى بقى على الكود. اول حاجه هنعمل امبورت لي نمباي سي في 2 الاوبريتنج سيستم. بعد كده هنا بنعمل تشينج دايركتري للمكان اللي الداتا سيت موجوده فيه. بعد كده هنا بنحط الانبوت ايمجز، ده الفولدر بتاعنا اللي فيه التارجت ايمج. هنبدا بقى نقول او اس دوت ليست داير وادي له هنا الباص ده. الليست داير طبعا عارفين ان هي هتخش تاخد كل الصور اللي موجوده في الدايركتري، احنا اصلا ما عندناش غير صوره واحده، ولكن انت تقدر تحط اكتر من صوره عادي يعني من غير برده ما تغير اي حاجه في الكود. بعد كده هنا برده بنحط الباص اللي احنا هنحتفظ بالصور بتاعتنا فيه، وبنبدا بقى نعمل فانكشن. الفانكشن دي بتبعت لها صوره او حتى مجموعه صور تبدا ان هي تحسب لك المين والستاندرد ديفيجن. فالصوره دي بتاخد انبوت هنا اللي هو اكس، وبعد كده الاكس دوت بنحسب له المين والستاندرد ديفيجن عن طريق الفانكشن البسيطه دي اللي موجوده في الاوبن سي في. الفانكشن دي هترترن الاكس مين والاكس ستاندرد ديفيجن. هتاخد بقى الاكس مين والاكس ستاندرد ديفيجن وتعمل لهم اراوند، وبعد كده تعمل لهم اتش ستاك. فكره الاراوند احنا عارفين طبعا الفانكشن الثانيه اللي اسمها راوند. لو انت مثلا عندك رقم زي ده كده 9 علامه 8 7 9 وقلت مثلا ان انت هتعمل راوند وحطيت هنا رقمين، فهيجي ياخد لك رقمين بعد العلامه اللي هو الثمانية والسبعة. انما الفانكشن اللي اسمها الراوند بيعمل تقريب قبل ما ياخد لك الارقام اللي انت عايزها. يعني ايه؟ يعني انت هنا دلوقتي عايز تاخد رقمين، بس قبل ما ياخد الرقمين هيعمل تقريب. يعني مثلا التسعة دي هتدي السبعة واحد، لان التسعة اكبر من الخمسة فبتدي واحد، فيبقى عندك هنا تمانية تمانية. يبقى هو هيعمل تقريب قبل ما ياخد لك الرقمين. تمام، ده الراوند بتعمله. بعد كده هنا بتعمل اتش ستاك عشان لو انت عندك اكتر من قيمه للاكس مين. احنا دلوقتي شغالين على صوره واحده فهيكون عندنا قيمه واحده، انما لو انت شغال على اكتر من صوره
فهيبقى عندك كذا قيمه بالنسبه للاكس مين والاكس ستاندرد ديفيشن، فتيجي هنا تعمل لهم اتش ستاك اللي هو هوريزونتالي ستاك، بتحطهم جنب بعض كده بشكل كولومز يعني. ونفس الكلام طبعا هيحصل على الستاندرد ديفيشن، وفي الاخر الفانكشن دي هتريتيرن الاكس مين والاكس ستاندرد ديفيشن. بعد كده بقى هنبدا نقرا الريسورس ايمج، هنا حطيت الباس بتاع الصوره، وهنبدا ان احنا نقرا الصوره دي. احنا الاول هنستخدم الصوره اللي هي دي، تمام، دي الصورة اللي احنا هناخد المواصفات بتاعتها وننقلها على التارجت ايمج. فبعد ما نقرا الصورة دي هناخدها بقى ونحولها للاب سبيس، زي ما احنا اتكلمنا من شوية في الماثماتكس. تيجي تعمل كونفرت للسبيس بتاعك، احنا دلوقتي قرانا الصورة عن طريق السي في 2 فهي عبارة عن بي جي ار، فهنحول بقى من البي جي ار لللاب، والسبيس الجديد هيكون متخزن هنا في الفاريبل اللي اسمه تمبلت ايمج. هتاخد بقى التمبلت ايمج دي اللي هو عبارة عن ال ال وال A وال B channels، وتبدأ ان انت تبعتهم للفانكشن اللي اسمها get mean and standard deviation عشان يطلع لك الاكس مين والاكس ستاندرد ديفيجن. طبعا احنا بنحتاجهم عشان زي ما شفت من شويه كده في الماثماتكس، بنحتاج نطلع المين والستاندرد ديفيجن، وبنعوض في الايكويشن بتاعتنا الخاصه بالران هارد كولر ترانسفير. يبقى احنا كده خلاص خدنا التمبلت ايمج وحولناها لللاب سبيس. نفس الكلام هنعمله على التارجت ايمج، احنا هنا ما عندناش غير صوره واحده فقط موجوده هنا في الانبوت ايمج ليست اللي احنا كنا جبناها عن طريق الليست داير هنا. بعد كده بقى هنعمل لوب على الصوره دي، هنبدا ان احنا نقرا الصوره عن طريق السي في 2.ام ريد، بديله هنا الانبوت داير، تمام، بالاضافه للاسم بتاع الصوره نفسها اللي هي الايمج اللي احنا بنعمل عليها اللوب عشان يبقى معايا التوتال باس. وهبدا اقرا الصوره دي، ونفس الكلام برضو هحولها من بي جي ار للاب سبيس. بعد كده هحسب لها المين والستاندرد ديفيشن عن طريق ان انا هاخد الصوره وابعتها للفانكشن دي، هيريتيرن هنا برضو الايمج مين والايمج ستاندرد ديفيشن. يبقى كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي خدنا التمبرت ايمج والتارجت ايمج حولناهم لللاب سبيس، وبعد كده طلعنا المين والستاندرد ديفيجن بتاعه. طبعا الستاندرد ديفيجن بيعرفك قد ايه البيكسلز بتكون سيبريتد حوالين المين بتاع الصوره. هنبدا بقى نجيب الانبوت ايمج اللي هي الصوره دي اللي احنا حولناها لللاب سبيس، ونجيب الشيب بتاعها اللي هو هيكون عباره عن الهايت والويتس والنمبر اوف تشانل. الاي هنا بتعمل فور لوب على الهاي، الجي هنا بتعمل فور لوب على الويتس، الكي هنا بتعمل فور لوب على التشانلز اللي موجوده عندك. بعد كده بتاخد بقى الانبوت ايمج وبتاخد منها الاندكسز دي. انا عايز اشتغل على كل بيكسل موجوده عندي في الانبوت ايمج. الانبوت ايمج دي اللي هي الصوره دي اللي احنا حولناها لللاب سبيس، هناخد منها اندكس اي من الهاي بتاع الصوره نفسها. طبعا الاي دي في بدايه اللوب هتكون بزيرو، فاكنها مثلا بتاخد اندكس زيرو من الهاي بتاع الصوره، ونفس الكلام تاخد اندكس زيرو من الويتس، وكل دوت هيكون متخزن في الاكس. يبقى انت كده جبت بيكسل واحده من الانبوت ايمج، هتبدا ان انت تطبق عليها الايكويشن بتاعتك اللي احنا شرحناها من شويه. هتاخد الاكس دي وتطرحها من الايمج مين اوف اندكس كي، الكلام ده اللي احنا شرحناه من شويه في الماثماتكس اللي هي الاستبر رقم 4 دي، بتاخد كل تشانل موجوده عندك وبتطرحها من الافريج بتاعها. اهو هنا بتاخد الاكس وبتطرحها من الافريج بتاع الصوره، وكل مره قيمه الاكس هتتغير معاك لحد ما تخلص اللوب بتاعك على كل الهايت والويتس والتشانل يعني. بعد كده هنا من التمبلت ستاندرد ديفيجن هتاخد منها الاندكس كي، الكي دي اللي بتعمل فور لوب على التشانل. هتيجي هنا على التمبلت ستاندرد ديفيجن اللي هو الفاريبل ده، وتاخد منه اندكس كي، مثلا الكي في الاول هتكون بزيرو، بعد كده القيمه اللي هتطلع لك من هنا هتقسمها على الايمج ستاندرد ديفيجن اوف اندكس كي، وفي الاخر هتزود عليها هنا التمبلت مين اوف اندكس كي. نفس الكلام اللي موجود عندك هنا في الاستيب رقم 5، في الاخر بتزود المين بتاع السورس ايمج اللي هي الصوره اللي انت هتاخد منها المواصفات بتاعتها. الموضوع بسيط بس محتاج منك تركيز مش اكتر، انت لو فهمت الايكويشن هتفهم الكود بسهوله. بعد كده هنا هنعمل راوند دي الاكس، بعد كده هنا بنعمل تشيك ان مفيش اي قيمه بالنسبه للاكس اصغر من الزيرو، لو كانت اصغر من الزيرو هنبدلها بالزيرو، غير كده هتفضل اكس زي ما هي، تمام، هتفضل نفس القيمه يعني. نفس الكلام بالنسبه لل 255 بنعمل تشيك ان مفيش اي قيمه بالنسبه للاكس اكبر من ال 255، لو كانت اكبر من ال 255 هنبدلها ب 255، غير كده هتفضل اكس زي ما هي. وفي الاخر بقى بناخد قيم البكسل الجديده وبنخزنها في الصوره اللي هي الانبوت ايمج. هاخد الاكس، طبعا الاكس متخزن فيها ايه؟ متخزن فيها قيمه للاي والجي والكي، وهنخزنهم هنا في الاندكسز بتاعت الصوره الجديده. هاخد اول قيمه في الاكس واخزنها في الاي، تاني قيمه في الجي، تالت قيمه في الكي. ولما بتخلص بقى كل الشغل بتاعك اللي انت عملته بتاخد الصوره وبترجعها تاني لاصلها. انت الاول حولتها لللاب سبيس عشان تطبق الاوبريشن بتاعت الالجوريزم على الصوره، وبعد كده بتاخد الصوره دي اللي انت طبقت عليها الاوبريشنز بتاعتك وبتبدا بقى ان انت ترجعها لبي جي ار تاني،
وبتحتفظ بالصوره ديت في الدايركتوري اللي احنا حددناه في الاول. فخليني كده ارن الكود معاك. دي شكل النتيجه، طبعا النتيجه ممتازه جدا، اكنك عملت فلتر على الصوره. الموضوع ده بيكون له استخدامات كتير، ممكن تستخدمه كمان في موضوع الاوجمنتيشن. احيانا انت في الاوجمنتيشن بتبقى عايز ان الصوره بتاعتك يكون فيها فاريشن او يكون فيها تنوع كبير، فممكن تستخدم التكنيك ده بحيث ان هو يجيب لك صور متنوعه بالشكل ده. برضه ممكن تستخدمها في موضوع الماتشنج، انت خدت الكالرز اللي موجوده هنا في الصوره دي والاضاءه بتاعتها ونقلتها هنا على الصوره دي، ودي كانت النتيجه اللي هي الصوره اللي على اليمين دي، طبعا نتيجه ممتازه جدا يعني. تعال نتست على الصوره الثانيه اللي هي الصوره دي. تعال ناخد النيم بتاعها كوبي ونحطها عندنا في الكود عشان ناخد المواصفات بتاعتها وننقلها على الصوره اللي هي التارجت ايمج. احنا بس هنغير النيم من هنا وبعد كده نعمل رن، ودي شكل النتيجه. هتحس ان الصوره ظلمت شويه لان احنا خدنا الكالرز والاضاءه من الصوره دي وعكسناها على التارجت ايمج، فالنتيجه كانت الصوره اللي قدامك دي. ده بالنسبه للموضوع بتاع النهارده. الكود طبعا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، والصور الخاصه بالايكويشن برضه هسيبها لك عشان تبص عليها تاني، ولو في اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت. وشكرا والسلام عليكم.